اوعى تكون فاكرني هبله جايه ومش عامله حسابي انك ممكن تطلع عيل سوا. جرب يا ضحك لوكلوك بالكلام وانا خليك تعيط على اليوم اللي فكرت فيه انك اذكى مني. ماشي ما قلتليش انت على الشاشه دي. الشاشه دي من كارفور 6800 جنيه كان عليها عرض. اسمها شاشه سمارت. عارفه دي ما كانتش موجوده كان طلع عين اهلي صح. انك يا دهون عظيم فرجي فرجي. بس انا بقى مهري غيب. مهري قتل عزك يا ضحى. قتل مين؟ قتل عز عادي هتقتل عزك من الجو. عريس ولون.